ثابكم الله. يقول: رجل تاجر وعند وصول بضاعته إلى بلده يعطي الوكيل مبلغا معينا من المال مقابل إخراج البضاعة، وهذا الدفع قانوني بالنسبة إلي، ولكن الوكيل لا أدري كيف يخرج هذه البضاعة من الجمارك وكيف يكون دفعه لهم هذا المبلغ. السؤال: هل يجب علي أن أعرف كيف معاملة هذا الوكيل مع الجمارك، أم يكفي أن أدفع المبلغ المطلوب مني ولا يهمني كيف معاملة هذا الوكيل، وجزاكم الله خيرا؟ المهم أنك تدفع له مقابل أتعابه، تدفع له مقابل أتعابه في استخراج البضائع، ولا تسأل عن عمله، هو المسؤول عن عمله، أنت لا تسأله عن عمله. نعم.